إن هذه نفس المسألة التي قمت بحلها في العرض الأخير، لكنني أدركت بعد أن نظرت إلى المسألة أنني قمت بحل المسألة على غفلة، لكنه في الواقع يوجد طريقة أبسط بكثير لحلها. مرة أخرى مطلوب منا أن نطرح ونضع الفرق بالصورة الأبسط. الآن ما قمت بفعله في العرض الأخير هو أنني قلت حسنا دعونا نجد قاسم مشترك، ومن ثم وجدته وقمت بعملية الطرح. لكن ما كان يمكن أن نفعله وكان سيبسط جميع الحسابات هو أنه كان بإمكاني أن أبسط كل من العبارات أولا. دعونا نفعل ذلك. إذن هذه العبارة الأولى هنا فيها كل من البسط والمقام يقبلان القسمة على M، لذا دعونا نقسمها على M. إذا قمت بقسمة البسط على M سأحصل على 1، وإذا قسمت المقام على M، M تربيع تقسيم M تساوي M. في هذه العبارة الثانية هنا كلاهما أي كل من البسط والمقام يقبلان القسمة على N تكعيب، لذا دعونا نقسم البسط على N تكعيب فنحصل على 1، ونقسم المقام نقسم N للقوة 4 على N تكعيب ونحصل على N. وبهذا يمكننا أن نعيد كتابتها كالتالي: 6 تقسيم 7 M N ناقص 5 تقسيم 5 تقسيم 3 ام ان يساوي. اذا دعونا نفكر بقاسم مشترك هنا، سيكون شيء ما ناقص شيء ما. إذن القاسم المشترك يجب أن يقبل القسمة على كل من 7 و3. إن المضاعف المشترك الأصغر ل7 و3 هو 21، ويجب أن يقبل القسمة على N ويقبل القسمة على M. 21 MN هذا أيضا سنهتم به. 21 MN يقبل القسمة على 7 MN ويقبل القسمة على 3 MN حيث أنه يحتوي على MN، ويقبل القسمة على 3 ويقبل القسمة على 7. إذن هذا هو المضاعف المشترك الأصغر، أو يمكننا أن نقول أنه المقام الموحد لدينا. وحتى ننتقل من 7 MN إلى 21 MN فعلينا أن نضربه ب3، وإذا قمت بضرب المقام ب3 فعليك أن تضرب البسط ب3 وتحصل على 3 ضرب 6 يساوي 18. وحتى ننتقل من 3 MN إلى 21 MN ستضرب ب7، وإذا ضربت المقام ب7 سيكون عليك أن تضرب البسط ب7 إذا لم تكن تريد أن تغير قيمة العبارة. إذن 5 ضرب 7 يساوي 35، ومن ثم هذا يساوي 18 ناقص 35. إذن لدينا، دعوني أكتب هذا، لدينا المقام الموحد هنا وهو 21 MN، وسوف نقوم بحساب 35 أو 18 ناقص 35 في البسط. و 18 ناقص 35 تساوي ناقص 17. إذا نحصل على ناقص 17 في البسط مقسومة على 21 MN، وانتهينا. وأعتقد أن ذلك كان أبسط قليلا من الطريقة التي استخدمناها في العرض الأخير.